شاركت جماعة تطوان في فعاليات عيد الكتاب الدورة 22 برواء توثيقي تاريخي لمرحلة مرحلة تكوين مجالس الجماعات منذ سنة 1927، وعرضت في روائها مجموعة من الوثائق التي يعني تبين كيفية انتخاب هذه المجالس وكيفية استدعاء أعضائها وعضواتها. كذلك جماعة تطوان عرضت مجموعة من الجرائد الرسمية الصادرة في المنطقة الخليفية باللغة الإسبانية. هذه الجرائد هي جرائد نادرة جدا، جماعة حافظت عليها يعني منذ أول عدد إلى آخر عدد. كذلك جماعة تطوان عرضت في هذا الرواء مجموعة من سجلات الحالة المدنية لعدد أو لولادات اليهود المغاربة منذ سنة 1934، وكذلك ولادات الإسبان منذ سنة 1914. كذلك جماعة تطوان عرضت مجموعة من الصور التي توثق لزيارات المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس سنة 56 وجلالة الملك الحسن الثاني سنة 62 إلى جماعة تطوان. كل هذه يعني الوثائق هي طبعا ستكون متاحة للباحثين والمثقفين والأكاديميين للاطلاع عليها. طبعا كنشكروا الموقع ديال تطوان بريس الحضور ديالو في هذا الفضاء اللي هو فضاء مميز للمعرض الكتاب، واللي قمنا بالزيارة ديال الرواق ديال مجلس جماعة تطوان. وصراحة شخصيا أبهرت بالتاريخ العريق ديال مدينة تطوان، وخصوصا المجلس الجماعي اللي اكتشفنا منذ سنة 1931 الأسلوب والطريقة اللي كان المجلس كيدون المحاضر ديال الدورات ديالو والاستدعاءات ديال الأعضاء. كذلك هنا صور ديال المغفور له محمد الخامس للزيارة ديالو مدينة تطوان، والمغفور له الحسن الثاني إلى مدينة تطوان. بكل صراحة كنشكروا المجلس الجماعي لمدينة تطوان على هذه البادرة اللي قام بها، اللي هو أخرج التاريخ العريق ديال مدينة تطوان للوجود وعرضه في هذا الرواق. والشكر موصول للدكتور أنس اللي شرف على هذا الرواق واللي استطاع باش ينظم ويبين التاريخ والمجد العريق اللي كتعرفه مدينة تطوان ولا الساكنة ديال تطوان. وشكرا. وكذلك جماعة تطوان عرضت مجموعة من الوسائل والأدوات التي كانت تستعمل منذ مرحلة الثلاثينيات. الكتاب يعتبر يعني ذات قيمة عالية جدا في المحافظة على توثيق الأحداث، والدليل هو الرواح اللي احنا متواجدين فيه. احنا أمامنا محاضر منذ الثلاثينيات الأربعينيات السبعينيات الثمانينيات، هي محاضر مكتوبة يعني وتم تجليدها وأصبحت عبارة عن كتب. يعني قيمة الكتاب تبقى دائما. نحن مع عصرنة الوثائق اليوم، مع يعني مسألة العصرنة، ولكن ضروري من توثيق هذه الوثائق في كتب حتى تبقى إلى ما لا نهاية.